نروح لوزارة النقل. وزير النقل يشارك في احتفالية اليوم البحري العالمي بالإسكندرية. قال الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الاحتفال باليوم البحري العالمي يقام سنويا في جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO، ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحري. نخرج مع حضراتكم نشوف مزيد من التفاصيل حول هذا الاحتفال. في النور الحقيقة تبان. بحضور ورعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبحضور محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة ورؤساء المواني البحرية المصرية وخبراء النقل البحري ورؤساء مجالس شركات الملاحة وقناصل الدول بالإسكندرية، شهدت قلعة قايتباي بالإسكندرية احتفالية اليوم البحري العالمي، والتي جاءت هذا العام تحت شعار تمكين المرأة في المجتمع البحري. بنرحب بكم النهاردة في فعاليات اليوم البحري العالمي، وهذا الحدث اللي اخترناه له مكان قلعة قايتباي، هذا المكان التاريخي اللي بيعكس تاريخ وحضارة الإسكندرية، بيعكس كمان البحر والنقل البحري وكيف صمدت القلعة أمام الغزاة في فترة من أرض في تاريخ مصر. يعني العنوان الحدث النهاردة هو تمكين المرأة العاملة في القطاع البحري، وبنجد أن الحمد لله هذا القطاع لم يعد قاصرا على الذكور فقط، وإنما زاد الاهتمام بتواجد المرأة وبدور المرأة في هذا القطاع، وفي العديد من المكرمات الموجودين اليوم ليتم تكريمهم لدورهم الرائد في النقل البحري. وعندنا أمثلة كثيرة من الطالبات خريجات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أمثل مروة السلحدار وإنجي عبد الكريم، فعندنا ضابطات البحر وعندنا المهندسات البحريات وخلافه، وده طبعا شيء هام لأن كلنا بنسعى لتمكين المرأة ليس فقط في أي مجال من مجالات الحياة وإنما أيضا في النقل البحري. وابتدى الاهتمام بتمكين المرأة منذ مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، وبنجد اهتمام السيد الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور المرأة في كافة المجالات. يشرفني ويسعدني النهاردة أن أنا أشارك في اليوم البحر العالمي، وهو حدث بتنظمه القطاع النقل البحري ووزارة النقل بجمهورية مصر العربية بشكل سنوي. شرفنا كأكاديمية أن احنا نشارك في هذا الحدث العالمي اللي بنحاول نطرح فيه إنجازات القطاع النقل البحري والصناعة البحرية في مصر والشرق الأوسط وفي أفريقيا. والنهاردة الثيم أو العنوان الخاص بهذا الحدث المهم هو تمكين المرأة في مجال النقل البحري. وطبعا لا يخفى على كثير مننا أن في مصر وفي الدول العربية المرأة هي نصف المجتمع، وبالتالي صناعة النقل البحري كصناعة هامة لها العائد والمردود القوي عليها في الدخل القومي لكثير من الدول العربية والأفريقية، وخصوصا التي لها سواحل ومهتمة بالنقل البحري. مبسوطة ان هم كمان بدأوا يعني يبقوا بيسلطوا الضوء على الناس البنات او الفتيات اللي عاملين داخلين في دور مختلف، والنهاردة طبعا شرف لي ان انا اكون من ضمن الناس المكرمين. وطبعا اهم حاجه هو تسليط الضوء على النساء والمراه السنه دي، بما ان هو عامنا كمان يعني، وفي اليوم البحري هو تبع IMO، فالنهارده بنحتفل بان احنا بقينا داخلين في المجال ده كفتيات، وانا مبسوطه ان انا كنت اول واحده مصريه تدخل المجال ده وفتحت الباب للبنات بعديه. جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم البحري العالمي أطلقته المنظمة البحرية الدولية إيمو بهدف إلقاء الضوء على أهمية السلامة والأمن البحري وحماية البحرية. فل ميخائيل، سي تي في. في النور الحقيقة تبان.